إعلانا بجدوى الحوار وتكريس قيمة العمل وترسيخ مقومات العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية في أبعادها المختلفة، يأتي تنظيم هذه الدورة التكوينية لصالح أعضاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي من طرف وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، بهدف تزويد أعضاء المجلس بالمعارف والمعلومات الأساسية من أجل القيام بالأعباء والمسؤوليات الملقاة على عواتقهم. يتنزل تنظيم هذه الورشة التي تهدف إلى تزويدكم بالمعارف والمعلومات الأساسية من أجل تمكينكم من أداء المسؤوليات الموكلة إليكم، وهي مسؤوليات جسام يعول الجميع على الدور الذي سيطلع به مجلسكم في ترسيخ قيم الحوار والوقاية من النزاعات والحماية الاجتماعية وتذليل التغيرات العميقة والسريعة التي تؤثر في عالم الأعمال والنشاط الاقتصادي، بما يضمن تطور وتنمية عادلة في ظل مناخ اجتماعي سليم. سيتضمن جدول أعمالكم اليوم جملة من العروض الهامة التي ستقدمها مجموعة من الخبراء الوطنيين والدوليين في مجال إدارة وتسيير الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، وأنتهز هذه الفرصة لأشكر كل الخبراء على الجهود التي بذلوها لمواكبتنا في تجسيد خطتنا الخاصة بتعزيز القدرات. رئيس المجلس الوطني للحوار الاجتماعي السيد صوموسا تومبي أوضح أن الحوار الاجتماعي يعتبر وسيلة فعالة لحل المشاكل الاجتماعية ويعزز ثقافة منع النزاعات في كل من القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن هذه الدورة ستشكل الإطار الأمثل للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي لكسب الرهان في المجالات الاجتماعية بوصفه أحد الركائز الراسخة في مقومات الحكم الرشيد وتعزيز الديمقراطية نهجا وممارسة.